أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد. جانب الأزياء والموضة حكاية لا تنتهي خصوصا في عالم المرأة، واليوم كعادتها سيدتي تقف في محطة جديدة مع الأناقة وفلسفة التصاميم مع ضيفتنا الكريمة المصممة هبة الضاوي. يسعد مساكي هبة. يسعد مساكي. لقطتك وانتي جالسة بتعملي بتصوري تحافي تصوري، فيعني برضو مهم برضو بتعملي سناب شات كنتي ولا ايه؟ يعطيك ألف عافية. الله هبة، انتي ما شاء الله يعني مصممة، يعني وصلتي لمرحلة كويسة، فزتي يعني أحد المسابقات الكبيرة اللي كانت في الإمارات، فهنيكي. أكيد أحب أعرف منك إيش جديدك في عالم التصميم. أنت الآن أكيد إحنا داخلين بفترة الربيع هيألي، فأكيد هنا يعني كثير من المصممين الآن بيشتغلوا في هذا الوقت وبحاولوا أنهم يطلعوا تصاميم مختلفة، خصوصا أنه فترة الشتاء راحت وكان في تصاميم وزحمة عروض أزياء. أنت الآن إيش جديدك وإيش جديد هذا المجال؟ بما أنه إحنا طبعا داخلين زي ما قلتي حضرتك فصل الربيع، طيب فأنا يعني من خلال أنه أنا دايما بعمل سيرش وبعمل بحوثات في ده الموضوع عشان أشوف إيش الجديد. طيب أكيد مو عشان يعني أنه أنا أسوي زيه، لا، عشان أنه أنا أحاول أطلع نفسي برا الموضوع أنه أنا أسوي شيء مختلف. يعني أنت بتعملي ريسيرش وبتبحثي عن جديد المصممين عشان أنت بتشوفي إيش اللي دارج وبتحاولي تختلفي. مظبوط. عشان كده لك فلسفة خاصة في أزيائك. تمام. أنت إيش جديدك الآن؟ أنا جديدي الآن اللي هو في كوليكشن بإذن الله بحاول أجهز له اللي هو السبورشيك. توجهتي أنت تصاميمك كانت أكثر شيء على فساتين السهرة إذا أنا ماني غلطانة. مظبوط. إيه أنت كنت فساتين سهرة وجات فترة كمان أنه اشتغلتي على العبايات ولا لسه بتشتغلي على العبايات ولا كيف؟ عملت كوليكشن بسيط عن العبايات. شوفي أنا غالبا العبايات أسويها لنفسي وأنا ألبسها، فالناس بتشوفها فبتسألني عبايتك من فين، إنه هذا تصميمك هبة؟ مظبوط. أي هذه تنانير، أنت اشتغلتي على التنانير؟ هذه تنانير، مش التوبات ما هي معاها، بس التنانير. أوكي. أي أنت فعلا يعني الملابس أو التنانير أو الفاشن اللي أنت بتعمليه بحسه مختلف وفيه شوية بتخرجي عن المألوف، هذا اسمها جرأة صح؟ مظبوط. ليه؟ فين جرأتك؟ بالتصاميم ولا عندك أشياء كمان جرأة بالألوان؟ أنا جرأتي في التصاميم، في الألوان، في القصات، يعني أحاول يعني جرأتي الجرأة أعملها من كل شيء، يعني من ألوان، من قصات، من تصاميم، من كل حاجة. شوفي في ناس بيخافوا من جرأة الألوان، في ناس بيحبوا يكونوا بالسيف سايد. عرفتي؟ ما أدري، هو في مخاطرة في استخدام الألوان، ناس بتحس أنه الألوان ممكن تخرب القطعة، وفي ناس بيحسوا أنه الألوان بتعمل أكشن للقطعة رهيب. أنت كيف بتقدري تعمل الشيء ده؟ شوفي في مجال الفاشن، طيب، أو في مجال تصميم الأزياء لابد أنه يكون في جرأة من خلال قصة، من خلال ألوان، الواحد يكون خارج عن المألوف، أنه يكون له بصمته الخاصة. يعني فأنا من رأيي الجرأة مطلوبة، يعني بالعكس أنا يعني هذا جزء من شخصيتي، أنا أحب يكون موجود في قطعتي اللي أحسها أنا. يعني لما أشوف أحد لابسها أحس أنه لا، هذه القطعة حقت هبة الضاوي. جميل. يعني أنت بتحسي أنه، لأنه شوفي كمان أنك تعرف تستخدم ألوان هذا شيء مو سهل، زي ما قلت لك في ناس بيجوا يكحلوها في الألوان مساكين، بتصير القطعة مرة صعبة. فهي بتعتمد على إيه، دراسة ولا ذوق ولا إيش بالضبط؟ كيف بتعمل الميكس أند ماتش بالألوان ده؟ شوفي هي تعتمد اعتماد كلي على الذوق. يعني تيجي مثلا تيجي واحدة ما يكون يعني ذوقها شوية مش كتير في الألوان، أو ما تعرف تركب ألوان، فتحس القطعة لا، فهو في النهاية كلها تعتمد على الذوق. طيب أنت قلتي جزئية مرة مهمة، أنه أنا بتابع المصممين العالميين عشان أنا أشوف أنه الشغلة بتنزل بتصير دارجة عند الكل، سواء لون سواء حتى ديزاين بيختلف، بيصير دارجة عند الكل. أنت بتحاولي تبعدي عن الموضوع ده، طب أنت بتعملي إيه؟ يعني بتحاولي تعملي موضة لنفسك خاصة فيكي أنت، تاتش أو لمسات
خاصة فيكي أنت، ولا ممكن تاخدي الموضة دي وتحطي فيها لبساتك؟ بعمل الاثنين، بس الأغلبية بالعكس أنا أحب أعمل شيء مختلف. يعني أنت لو تلاحظي من التنانير اللي انعرضت فيها قصات غريبة، فيها أشياء غريبة ما قد شفت أحد مسوي زيها. يعني أنا من خلال إنه أنا بعمل بحوثات وبعمل سيرج أنا ما شفت، يعني ما شفت القصات دي. طب إيش رأيك في الصور ده؟ هذه فساتين، هذه التنانير، هذه تنانير. طيب أوكي، عندك تنانير شيء قصير وشيء قصير مرة وشيء طويل مرة وشيء ودول العرضات أنت بتعملي فوتو سيشن كل فترة والتانية لتصاميمك. بيقولوا بعض الديزاينرز إنه الموضوع ده شوية مرهق، إنه بالعكس بتيجوا من بدري وبتبدأوا تجهزوا. لا 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 بالعكس، أنا بالنسبة لي الفوتو سيشن هذا يعني من أمتع يوم، إنه أنا ألبس الموديل ويعني أهتم بالديتيلز وأهتم يعني حتى أحيانا أتدخل في البوزيشن اللي هي توقف فيه أو إيه. فيعني بالعكس أنا بالنسبة لي ده الموضوع جدا ممتع. بتحاولي تعملي أبعاد للقطعة حقتك بحيث أنه أنت مثلا من جهة معينة تشوفيها بشكل معين، من جهة تانية بشكل يعني بتكسر الملل في القطع اللي أنت بتعمليها بالألوان بالقصات وإلى آخره؟ أكيد. يعني أنه إحنا يمكن مجتمع حريص شوية عفوا المرأة زوجها مش سهل، يعني المرأة زوجها بتحاول أنه هي تتميز لكن بنفس الوقت تخاف شوية من الجرأة. كيف أنه المرأة إيش عفوا؟ يعني المرأة بتتميز، كيف بتقنعيها بجرأتك؟ يعني هي تبحث عن التميز لكن بنفس الوقت بتخاف أنه تكون جريئة مرة في لبسها. بتقولك أنا أبغى أتميز وأنت بتقولي جزء من التميز يكون في جرأة في القطعة، فكيف بتقنعيها؟ انت بتحطي بتفضلي انه زوجك يطغى ولا ممكن يعني تخلي ترضيها من خلال انك انت تدخلي زوجها في الموضوع، ولا ايش اللي بيصير بينك وبينها؟ لانه هي برضه بالنهايه زوجها صعب شويه. اوكي شوفي انا ما حقدر افرض عليها، يعني انا ما حقدر افرض عليها ذوقي. اذا هي مو عجبت يعني مش عجبتها القطعه، ما هي راضيه عن شيء معين، طيب أنا ممكن أغيره بس بطريقتي أنا. عرفتي يعني أوكي. أحاول أرضيها بس بطريقتي. عرفتي يعني أنت إذا هي مثلا بتبحث زي ما تكلمنا أنه تبغى تتميز وأنت بتقولي لا التميز لازم يكون فيه جرأة، فأنت بترضي الجانب اللي هي تبغى تتميز فيه بس أنه بتضيفي القليل من الجرأة عشان تطلع القطعة بلمستك انت. والله يا هبه يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. ويعني ان شاء الله مزيد من التوفيق، وحشوف لك ان شاء الله اول ما تنزلي. انت لك عروض جديده ان شاء الله قريبا ولا ايه؟ ان شاء الله دحين بشتغل على اللي هو كوليكشن برضه سبور شيك وعبايات. فان شاء الله قريب. خلاص بانتظار الكوليكشن الجديد. يعطيك الف عافيه. شكرا لك سيدتي. إذا مشاهدينا الكرام بعد هذه الفقرة ما زالت فقرات سيدتي مستمرة، لكن بعد هذا فاصل قصير ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل، البوتوكس وعمليات التجميل تتصدر هدايا عيد الأم لهذا العام،